مالك يا حبيبي؟ ما... باشا ايه في ايه بتزعق ليه؟ ما احنا عندنا فيلا يعني فبنتكلم براحتنا وفي براحه. يعني ايه في ايه؟ المحشي استوى في الحله. نعم يا اخويا. منيو الخمسة لسه بخمسة. هنقحك قفا يخليك تبلع لسانك. اخلص الراجل اللي خطفناه. اخرف انت جلنط. انت جلنط مش قدامي. هوي ايه يا ابوك؟ وربنا عمري ما عملت لك حاجه غلط يا ابوك، وربنا طول عمري بيحترمك وبقدرك. ايه انتوا كلكم صفيحه زباله واحده يا هشام، وانت غطى الصفيحه دي. انا بقى جايبك عشان تكشف لي ايه اللي جواه. انا ما اعرفش حاجه غير اكتر من اللي انت تعرفه. عمرهم ما دخلوني باللي بيدور ما بينهم. انا اخر الشركه شويه عكعكه حسابات. تحب تموت ازاي ولا نسيبها المنفاخ؟ هقول لك اللي انت عايزه كله، بس سيبني اعيش. ابوس ايدك سيبني اعيش. انا طول عمري بحترم البني ادم الذكي. تقلي من قتل سميع. سميع؟ طب اقسم بالله ما ليه دعوه بالحب دي خالص. اقسم بالله ده محمود فايد ولابيس كانت عارفه هي اللي اتوطئت معايا. انا سمعت عن الحدوته زي ما انت سمعت عنها بالظبط اما خلصوا الحوار. انت هتقطرني ولا ايه؟ ما تروح في الكلام ورا بعض. هقول لك محمود ولابيس حسوا الامور ابتدت تكشف السرقه اللي بتحصل من ورا كمان. جابوني بيغير الكشوفات والارقام الحاجات دي كلها. بعد كده محمود خلى سميح يستقيل وخلص عليه هو ولابيس. انا اقسم بالله ما ليا دعوه بالموضوع. ابوس ايدك يا هو كان سيبني اعيش. ابوس ايدك سيبني اعيش. قول لميس. لميس بتدرب مخدرات وديها بالشام عايزاها تبقى مدمنه.